شو صار معها؟ نيمتها جوا. لما تصحى عقليها وقولي لها بلاش جنان، بكرة بتندى. ماشي يا حلو؟ هذا هو البيت؟ لحد هون أعطيك العافية. أوكي، إذا بدك شي حكيني. ها؟ أوكي، مع السلامة. الله يسهل أمرك. الو، انا وصلت. طيب انا جاي لك. مسافه الطريق بكون عندك. ومين سهير هاي؟ سهير اللي بلشت من عندها القصة. أنا لازم أشوفها. بس هيك خطر عليك يوسف؟ أنا رجعت عشان أعرف الحقيقة وعشان أثبت براءتي، حتى لو كلفني هذا الشيء حياتي. صحيح هاي البنت اللي كانت معك أمل، شو صار فيها؟ راحت في طريقها. لينا مالك شيء؟ ولا شيء، تعبانة شوي، بدي اروح على غرفتي. سلامتك. شكرا.
وين اروح بحالي يا امل؟ شو اعمل بحالي؟ مستحيل يكون هاد مراد. هاد واحد ما عنده لا قلب ولا ضمير، مش عارف شو عامل. شو عامل؟ البكي هلا ما رح يفيدنا، احنا لازم نفكر شو بدنا نعمل. هي نايت هي اللي غيرته علي، انا متاكده. تكذبيش على حالك يا انجي، مراد طول عمره هيك، وحده بتروح وحده بتيجي، بخرب لهم حياتهم زي ما خرب حياتك، بس انت اللي بدك تضلك مغمضه. انجي انت لازم تصحي، مراد واحد موزي ممكن انه يؤذيكي. بدك يعني اقتل ابني، اقتل روحي اللي جوات بطني. لا يا امل لا، مراد بده يعترف فيه غصب عنه، مستحيل اقتل ابني. شو اللي بسمه؟ يعني يا مراد بدك تتخلص من وساحتك على الساكت. مش قصة يا باشا، الموضوع خلص. المهم شو عملت مع ابو فهد؟ الاعتماد رح ينفتح اول ما يوصل. اتابع معه وتبلغني اول باول. امرك يا باشا. يلا. الأدوية تنعطى لمريض واحد؟ بعدين حياة من وين عندها كل هاي الأمراض؟ أكيد في إشي غلط. امبارح 9:30 واليوم 10، هذا الموضوع ما فيه تهاون، كل مريض لازم يأخذ دواء بموعده. أوكي تمام. مرحبا دكتور. أهلا. الحمد لله على السلامة يا أبوي. الله يسلمك. الحمد لله على السلامة يا أبوي. الله يسلمك. يلا أبوي يلا خلينا نحرك. يلا. يما شريت لك شغلات تهبل. أنت مستانسة أمي؟ شلون مو مستانسة؟ بصراحة أي وحدة عندها مثل أبو فهد أكيد بتملك الدنيا وما فيها. الله يوفقك يما في حياتك. يسلمك. خليني أقول لك شنو صار. هذاك اليوم رحنا على البحر الميت. يا الله يا الله عليك. الدموع اللي تخبيها علي
خلها تنزل أبمسحها بيدي من ولدتي وعرفك لو تخفي شيء قلبي يرجف والهموم الفيك في لو تخبيها علي ما تفوت يما قولي لا تطيلي بالسكوت بانت آهاتك علي بدون صوت شفت لون الفرح في وجهك يموت هني وعافية نورت بيتك ألف الحمد لله على السلامة الله يسلمك ويبارك فيك الغالية ها فهود أنت ما تبغى تفرح أمك وأبوك فيك أبوي توا واصل من السفر خلي يرتاح شوية وعقب إن شاء الله ما نخبره خير شو السالفة؟ السالفة إن ولدك شاف سارة وأعجب فيها وطالب منها نروح نطلب إيدها أنا بصراحة لاحظت في المطار لكن سويت عمري وما أخذ بالي على العموم يا ولدي زين ما اخترت ألف مبروك الله يبارك فيك يا أبوي يلا كل كل